حضرتك تسمحها لي وتحلها لي علشان انا عايزه ابقى بريئه قدام ربنا. اتفضلي. انا كنت متجوزه الايه؟ انا متجوزه من حوالي 18 سنه. كويس. والعيال جم؟ معايا اربع اولاد. ماشي. هم اولاد ما فيهمش بنات. جوزي كان من عيله كويسه وهم الناس كانوا كويسين. طبعا كان في مشاكل اسريه بيني وبين حماتي وبين حمايا، بس هم توفاهم الله والدنيا بقت كويسه. انما هو الولد، شفتي الدنيا بقت كويسه بعد ما ماتوا. انما الولد كان وحيد، والدته ومامته مصيبه، كان متدلع معاه بنتين اخوات. البنتين هم مسيطرين على كل حاجه، مسيطرين على كل الورث اللي هم ورثوه. انا ماليش اي كلمه معاه، ما اعرفش عنه حاجه وما اعرفش عن دخلاته حاجه. حاولت ان انا لم البيت وجبت له عربيه بالقسط شغلناها وكده، ورحت مضيت شيكات على نفسي. ليه كده؟ لذلك برضو راح باعها من ورايا من غير. ليه تعملي كده؟ ليه تعملي؟ علشان عايزه اعيش، لان انا معايا منه اولاد وكنت عايزه اعيش. تقومي تتسجني؟ تقومي تتسجني يعني؟ ما انا هقول لحضرتك، مش حكايه السجن يا فندم، مش حكايه السجن، حكايه ان انا كنت عايزه الم بيتي. فجيت دلوقتي اتلم بيتك. لحظه واحده، وتلم بيتك؟ اتلم؟ لا ما تلمش، ما انا هقول لحضرتك. ما تعمليش كده بقى تاني. انا بقول اللي هي منوهة تكتب شيكات يعني وتعمل الفدائيه العظيمه، اقول لها بلاش بقى اسمعي. طب انا عندي دلوقتي والدي كان باني عماره. العماره دي باب والدي، علشان انا كان شايف ان ظروفي او حياتي صعبه مع جوزي، او ما كانش بيصرف علينا، كان دائما خلافات، كان في ضرب كتير وكان في اهانه كتير جدا فوق ما حضرتك تتخيل. انا استحملت فوق طاقتي، ومع ذلك والدي لما توفاه الله كتب لي الشقه دي، لانه كان حاسس بيا. فهو جه جوزي قال انا لازم ابيع الشقه. احنا كنا قاعدين في شقه تمليك بس في منطقه ثانيه. يبيع الشقه بتاعتك؟ ها؟ لا، الشقه بتاعته هو، ويروح يقعد في بتاعتك، ويروح يقعد معايا. لما يقعد معاك معايا بقى ماله؟ ما هو جوزك وابو العيال. طبعا على دماغي، طبعا على دماغي. من فوق. اوعي عشان حد يفكر ان على دماغك من تحت. لا، على دماغي من فوق. من فوق؟ ايوه، فوق الشواشي. انا كنت فرحانه، وفرحانه. وعملت كسكسو؟ لا، ان هو هيبقى كويس. ولا محشي؟ طيب ما عملتيش حفله في الشقه الجديده؟ والله ربنا وحده يعلم انا كنت بعمل معاه ايه. هو عملت كتير؟ ايوه. والله يا دكتور انا كنت بروح ليه اخت، كنت بروح اخدمها خدمه فوق ما تتخيل. اصيله يا بنت، اصيله. وكنت والله العظيم يا دكتور، ده بيني وبين ربنا، انا كنت بجيب له البنطلونات اروح اخيطها واجيبها له يلبسها، وكنت بجيب له الغيارات الداخليه، الجزم، الشرابات، كل ده على حسابي لاجل ارضائه هو، وان انا اعيش والم البيت. وهو كويس، وساعات طبعا كان ما بيبقاش كويس. المهم لما بعنا الشقه فوجئت ان هو راح صرف فلوس الشقه كلها من غير ما يقول لي، وعمل مشاريع فاشله، ودخل في مشروع واتخذت الفلوس. فانا طلبت الطلاق تهديدا. قلت له خلاص انت امشي بقى من البيت، وانا عايزه الطلاق لان انا كده اتخربت. فوجئت يا دكتور ان هو بكل سهوله ممكن تتخيلها راح يعني راح لعمي، وراح قال له انا عايزه اطلقها، وسجل لي على الموبايل، وانا بقول له ان انا عايزه اطلق، وان انت خلاص انا استويت معاك، مسجل لي الموبايل ومدير رسام مع كل الناس، وفضحني فضيحه جامده جدا، وراح مطلقني وانا تنازلت عن حقوقي. صلى عليه حبيب الامه، الصلاه عليه. عليه الصلاه والسلام. ما هو عشان انت قلت تهديدا. هو شعرفه بنيتك. المهم يا دكتور بقى ان هو شعرفه بنيتك بقى. ما انت طلبتها صريحه زي الطلقه. ايوه طلبتها صريحه، طلبتها صريحه. الراجل ريحك زي ما ريحتيه. طيب يا دكتور، مش انت العمر مريحاه؟ انا بقى ورحت كتبت شيكات على روحك. انا بقى دكتور بقى الاولاد معايا بيدفع لهم نفقه بسيطه جدا، انا بصرف على اولادي. ما طب كتر خيره، بعد الدلع ده كله عايزاه يصرف ليه؟ مش حكايه، ما انا دلعته يا دكتور عشان خاطر ولاده. عشان خاطر ولادك؟ انا دلعته عشان كنت عايزه اعيش. وعشتي؟ لا ما عشتش. ما شفتي كل حاجه، هو بقى كل حاجه مضروبه. انا بقى بعد كل حاجه كده، بعد الطلاق عملت المستحيل عشان ارجع البيت تاني فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا بوست رجله كمان، وعملت كتير جدا عشان يرجع. بس الراجل كان لابس جزمه ولا كان من غير جزمه؟ لا ما كان من غير جزمه. طب الحمد لله انه كان حاف عشان خاطر ولادي. الجزمه تكون فيها تراب ولا حاجه يجيب لك حاجه في الحلقوم. انا كنت عايزه اعيش يا دكتور، كنت عايزه نفسك عايز. كنت عايزه اعيش. وما رجعكيش طبعا. انا دلوقتي طبعا هو لما مشي من البيت ما خدش حاجه خالص معاه، مع ان احنا ساعه الجهاز طبعا ذهبي انا بيعاه قبل ما يمشي. يعني انت عايزه تقولي لي ايه بس عشان افيدك بقى؟ عايزه اعرف ان انا خدت منه بقى، ما خدش منه هو حاجه خالص من الشقه، مع ان بقى ابويا كان مجهزني باوضتين وهو كان جايب اوضتين، يعني مش هو اللي كان جايب الفرش كله. يعني انت دلوقتي بتدوري على ليكي؟ لا مش بدور على ليا، بدور على ان انا ضميري كده قدام ربنا، انا كده ظلمته لما خدت الفرش، والفرش ده يعلم الله قعد عليه ولاده. ولاده اللي قاعدين عليه. لا هو ان شاء الله يعني ولاده قاعدين عليه ومفيش مشكله في الفرش، المشكله انك انت ظلمت نفسك مش ظلمتيه.
لا وبعدين يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك انتوا ما ظلمتوش ولا حاجه. الانفصال ما ما بيحاولش يشوف ولاده مهما بقى. طب هو دلوقتي يا ولدي دلوقتي ما لازم يصعب عليك برضه، ساكن فين بعد ما لا هو اتجوز 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 وخلف. اللهم صل عليه حبيب الامه. سلام. ايوه اتجوز وخلف وقاعد في بيت مراته الجديده دوات حظه في الحريم بسم الله ما شاء الله اهو. لا لا هو بقى اشترى لمراته شقه وعربيه والدنيا معاه زي الفل. ده بقى انت كان وشك وحش ولا ايه؟ ايوه انا اللي كان حظي وحش. كان حظك وحش اللي كان حظي وحش. انا دلوقتي يا دكتور بقى هل عليا جنح ان انا اخدت كل حاجه وما اعطتلوش اي حاجه خالص؟ ايه بقى هو مش قلت الفرش بس ولا في حاجه تانية مستخبيه؟ هي الفرش بس. طب خلاص وعياله قاعدين على الفرش. لا وهو الراجل جاب فرش جديد. ماشي يا دكتور ماشي. الشقه اللي ابويا كان عطاني كانت متبيضه ومتسرمكه بس انا ايه غيرت السيراميك وبيضتها على حسابه هو. على حسابه هو ايه؟ يعني صرف حوالي قد ايه؟ صرف حوالي بتاع 17,000 جنيه. وعياله قاعدين متهنيين بيها. عياله قاعدين متهنيين. مفيش حاجة خالص نهائي، واللي يقول لي غير كده يبقى لا حصل حنبلي ولا حصل أي حاجة. وأنا بقى يا دكتور هو عدي بيت لأولاده وأنت دلوقتي تعتبري حاضنة لأولاد. قولي قولي. أنا لو اتجوزت يبقى عليا ذنب ولا حاجة؟ لا إزاي، ده أنت بعد 3 أشهر كان لازم تتجوزي ما دمت راغبة. انا مالناش دعوه بالكلام ده، بس الحضانه هتتنقل منك لامك لو كانت امك موجوده، او تتنقل لامه لو كانت امه موجوده وامك مش موجوده. الجواز مش حرام، ويعني انا والله العظيم بحاول ان انا اطفئ نار انفعالي لما اسمع كلمه زي بتاعه زينبو اللي لفت الكره الارضيه كلها بعد ما عجنت الواد وجابت شهود زور بتقول لي ده حرام. وبرضه لما النهارده اسمع واحده بتقول لي انا لو اتجوزت حرام، حرام ازاي بس؟ ربنا يملك بني آدم إن هو يحرم ما أحل الله؟ لا، حلال 100%. بس هي المصيبة السوداء إن الحلال ده محدش فاهمه. الجواز حلال، الطين والأطران أتجوز مين؟ ده الطين والأطران، إنما جواز اتجوزنا. حتى كل الناس عارفة كده على كلمة الله ورسول، على سنة الله ورسول. لكن اتجوزنا بايظ أو اتجوزنا بايظة. الجواز كده كبوابة فلة، تحت البوابة دي مين معدي؟ مين اللي تحت البوابة ماشي؟ متلوف؟ متلوفة؟ محترم؟ محترمة؟ هزؤ؟ هزؤة؟ خربانة؟ سليمة؟ حاجات كتير جدا تحت باب الجواز اللي أضلنا كلنا. ومنا السعيد بلا شك بهنيه، ومنا التعيس ربنا يتوب عليه. فالجواز مش حرام يا أختي، لكن المهم تشوفي تتجوزي مين. تعيد الكرة لغاية لما يجي لك كانسر، وتتجوزي واحد يقعد في بيت أبوكي وتأكليه وتشربيه وتروحي تجيبي له عربية وتمضي على نفسك شيكات وتبقي معرضة للومان وألم وأعمل؟ إحنا من الثلاث دقايق الأولانية لو فاهمين دي ربنا، إن دي زوجة سكن، وإن بينها وبين جوزها عهود ومواثيق إنها ما تشوفش الباب، هو اللي يطلع يحاسب على الفواتير، هو اللي يدخل بالخيرات في إيده، وهي تسمع له وتطيع له، الدنيا كلها كانت ارتاحت. إنما إحنا عندنا الست عايزة تبقى بقلز، وعايزة تعمل جدعة، وعايزة تعمل راجل، وأنا بنت ناس، وأقف جنب جوزي بهبل ما ينفعش. الباب بتاع أقف جنب جوزي اسمه المواساة، مواساة الزوجة لزوجها. مواساة يعني سندوتش، يعني حتة بتاعة، يعني هدية صغيرة، يعني معونة في وقت الزنقة. إنما جهاد الأبطال ونيمهم أنتخ ويسحب الجوزة، وأنا اللي لف حول دماغي وأجيبه يسكن في شقة أبويا ويعدي السنين ما يدفعش إيجار، ويعرف إن ده حق مكتسب لأنه واخد العرجة المكسحة بنت 66 المتخلفة دينا وعقلا، فالمفروض إن إحنا نستره ونديله وننفخ فيه والصبح نضرب له تعظيم سلام انه شال البلوى بتاعتنا. هذا ما انزل الله به من سلطان.